ينضم إلينا من لندن الأستاذ نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي. أستاذ نهاد أهلا وسهلا. كما ذكرنا بما أنه قانون مؤقت من المحتمل تكراره من جديد، أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد. أولا شكرا على الاستضافة، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. أمريكا منذ 40 عاما تم إغلاق الحكومة 10 مرات على الأقل. 1981 كان إغلاق لبضعة أيام أثناء فترة الرئيس رونالد ريغان. في أكتوبر 2013 إغلاق 16 يوم أثناء فترة باراك أوباما. في ديسمبر 2018 تم الإغلاق 35 يوم حتى يناير 2019 أثناء فترة دونالد ترامب، والآن يحاولون أيضا بعض وضع الضغط على الرئيس بايدن والتهديد بالإغلاق. يعني في سبتمبر 2023 دفع الجمهوريون بايدن إلى حافة الهاوية بافتعال أزمة الميزانية وارتفاع سقف الدين إلى غير ذلك، ولكن لتفادي الإغلاق في أكتوبر تم الموافقة في آخر لحظة وموافقة على التمويل حتى 17 نوفمبر. طيب لماذا دائما أستاذ يحدث هذا السيناريو أو هذا الأمر والتأخر في إقرار هذه القوانين؟ نعم هذه مناكفة سياسية، سواء كانت من الجمهوريين عندما يكون الرئيس ديمقراطي والعكس. هذه مناكفات ومناورات، ولكن في النهاية يكون هناك أحيانا إغلاق لأيام أو أسابيع قليلة، وفي النهاية يعودون إلى صوابهم، لأن النتيجة النهائية إذا فعلا تم إغلاق الحكومة لعدة شهور معنى ذلك أنها انهارت. الإغلاقات تاريخيا حول العالم تكون نتيجة لحروب، نتيجة لانقلابات عسكرية، بلبلة، ثورة في البلد، ولكن ليست حول أرقام الميزانية. في الولايات المتحدة هناك مشاكل كبيرة، هناك أيضا مديونية ضخمة، والمديونية ترتفع باستمرار. هل تعلمين أن المديونية الأمريكية ترتفع $1 تريليون، $1 تريليون كل 100 يوم؟ أعطيك بعض الأمثلة. بسبتمبر 2023 كانت المديونية $33 تريليون. في يونيو حزيران 2022 كانت $32 تريليون. الآن في 4 يناير هذا العام تجاوزت $34 تريليون. لأن أمريكا اقتصاد ضخم ولديها التزامات كبيرة، تنفق أكثر مما تستلم من الإيرادات الضرائبية، تقدم مساعدات لدول في آسيا وفي الشرق الأوسط، وكذلك تدعم أوكرانيا. وعلى ذكر أوكرانيا، هناك $60 مليار رزمة مساعدات تتعثر في الكونغرس بسبب معارضة الجمهوريين. هناك أيضا نقاشات وخلافات كبيرة تتعلق بتمويل الحدود الجنوبية في تكساس وأريزونا لمنع الهجرة الغير شرعية من دول أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى. لديهم هناك مشاكل، ولكن قبول الرئيس بايدن عندما قد وافقوا على التمويل المؤقت والذي وقعه سيوقعه يوم 8 بحلول 8 مارس كأقصى تاريخ، وبحلول 22 مارس
كأقصى تاريخ لتمويل الدوائر الحكومية. هذا هو حل مؤقت سوف لا يعالج الأزمة الأساسية. طيب إذن أستاذ نهاد، هذا حل مؤقت لا يعالج الأزمة الأساسية، هذه خلافات دائما ما تحدث في الكونغرس ومناكفات تحدث دائما بين الحزبين. نعم. كل ما ذكرت وكل ما يحدث، ما تأثيره على المصالح الأمريكية الخارجية تحديدا؟ نعم، دعنا نقول أولا هذا العام هو سنة انتخابية. معنى ذلك إذا تم الإغلاق ولم يتم التمويل وحل المشكلة، مئات الألوف سوف لا يستلمون رواتبهم، المتقاعدون سوف لا يستلمون المعاشات، المساعدات الاجتماعية تتوقف، شؤون المحاربين القدامى ستتوقف أيضا، وكذلك قطاع النقل وقطاع الزراعة كلها ستعاني نقص في التمويل. ولكن أيضا ستؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا كدولة، لأن الدول الخارجية خذ الصين اليابان أوروبا كلها تستثمر في السندات الخزينة الأمريكية، حتى الصناديق السيادية لدول الخليج تستثمر في السندات الأمريكية لأنه اقتصاد كبير ومضمون. هذا فستؤثر على سمعة الولايات المتحدة كاقتصاد، وقد تؤثر على مقدرتها على تسديد التزاماتها، وهذا يؤثر عليها. لديها قواعد عسكرية في أنحاء العالم خاصة في آسيا والشرق الأوسط ودور في حلف الناتو، هذا كله له إنفاق كبير ضخم، وتقدم مساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل وحلفاء آخرين لأسباب جيوسياسية، فلها تأثير كبير. ما يحدث في الولايات المتحدة له تأثير كبير على العالم من ناحية ليس فقط اقتصادية بل جيوسياسية. لذلك عليهم إيجاد صيغة وحل دائم لحل هذه المسائل. مايك جونسون رئيس حزب الجمهوريين في مجلس النواب يفتخر أن ما حصل هو خطوة ذكية وأنها مهمة، تجزيء الميزانية إلى أقسام، إلى 12 قسم، 6 أقسام في 8 يتم التمويل في حتى 8 مارس و6 أقسام حتى 22 مارس. هذا لا يحل الأزمة، ستظهر مجددا بعد عدة أسابيع. إلى متى ستستمر هذه مهزلة يجب معالجتها، وسيخسر بايدن الانتخابات إذا تم إغلاق الحكومة، لأن المئات الألوف الذين سيخسرون ويتم تسريحهم من وظائفهم سوف لا يصوتوا للرئيس بايدن، وحتى إذا لم يحدث إغلاق. هو يمكن استطلاعات الرأي تقول أنه إذا خسر بايدن فسيكون بسبب العديد من الأشياء والأسباب وليس فقط الإغلاق الحكومي. شعبيته الآن في الحضيض في الواقع، ومهما يفعل لا أعتقد ستنقذه، ولكن البديل ليس جميلا. البديل دونالد ترامب، يميني متطرف مثل معظم الجمهوريين. مثلا أعطيك مثل بسيط في التصويت الذي تم الخميس في الكونغرس أي في مجلس النواب، كانت النتيجة 320 مقابل 99، 320 محافظ صوتوا مع القرار المؤقت و99 صوتوا ضده. من الذين صوتوا ضده 97 من الجمهوريين و2 ديمقراطيين. في مجلس الشيوخ التصويت كان 77 مع القرار المؤقت للتمويل وحوالي 13 ضده. غالبية الذين عارضوا هم من اليمين الجمهوري المتطرف، وهم
من المؤيدين لرجوع دونالد ترامب كرئيس للولايات طيب المتحدة. طيب يبقى هنا لي سؤال أخير أستاذ نهاد. تفضلي. هل من طريقة أو هل من طرق لفرض معادلة أكثر إنصافا للاقتصاد العالمي بعيدا عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا يتطلب ربما، لأنه النظام المالي العالمي الذي يعمل به العالم ناو تم إقراره بعد الحرب العالمية الثانية في مؤتمرات في قريبة من واشنطن، مكان اسمه بريتون وودز، وهذا الذي هو في تلك الفترة تم إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأن الدولار هو عملة عالمية ومعظم سلع العالم الهامة مقاومة بالدولار، ومعظم البنوك المركزية حول العالم تمتلك الدولار وتحتفظ به. فهيمنة أمريكا على الاقتصاد العالمي بدأت في ذلك الوقت من خلال قوة الدولار لأنها عملة مرغوبة. هل رأيت أو سمعت عن بشر أو ناس في الشارع يبحثون عن اليوان الصيني أو يسألون كم قيمة الروبل الروسي؟ لا، كلهم يبحثون عن الدولار سواء كان بالشرق الأوسط أو بالشرق الأقصى، لأن هناك محاولات للإطاحة بالدولار كعملة عالمية ولكنها لم تنجح حتى الآن. 70% من البنوك المركزية تحتفظ بأرصدة دولارية. البشر العاديين أنا وأنت وغيرنا نفضل الدولار على أي عملة أخرى. لذلك أمريكا صعب تغيير هذا النظام دون اتفاق دولي يشمل أمريكا ذاتها. وربما هذا ما تسعى الصين لتنفيذه في القريب العاجل. على كل حال نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، انتهى وقتي. أشكرك، كنت معي من لندن الأستاذ نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، شكرا لك على هذا التحليل وهذه المعلومات.